قدم وزير العدل السوداني تقريرا للبرلمان عن قانون الطوارئ بالبلاد الذي أعلنه الرئيس السوداني عمر البشير منذ أسبوعين. وأوضح سالم أن هدف فرض الطوارئ بالبلاد هو السيطرة على الفساد، إذ انتقد عددا من الممارسات السالبة كما وصفها التي تمارسها بعض المؤسسات المصرفية والمضاربات المشبوهة وسيطرة سوق العملة الموازي على أسعار الصرف في البلاد كما قال. ليست الغايه من الطوارئ ان يكون سيفا مسلطا لقهر الشعب او اذلال المواطنين، وليست الغايه منه مصادر الحريات والحريات الاساسيه، لكنه اجراء وقائي ودرع وطني تدافع به الدوله عن كيانها واستقرارها ولحمايه البنيه الاقتصاديه للدوله من الانهيار